ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، وكل إعادة فإفادة، باش غنسولوا المواطنين شكون اللي حسن، واش النظام التغطية ديال الرميد ولا أمو للتضامن. لبغا تعرفوا شكون اللي حسن أجوا معايا. والرميد كان ممتاز، وكان ممتاز جدا، كانوا الناس كيستافدوا منه. كان تمشي تدوز ما تخلص حتى حاجة، تمشي أي حاجة بغيتي ديرها حتى ملي جات هذا ديال الرميد حكاره سهله، ولات المشاكل لا سير المقاطعه لا دير هذه لا تسجل في السجل الاجتماعي، لا سجل اجتماعي ما عندكش، المؤشر ديالك طالع المؤشر نازل. هاد الناس اش غادي يديروا؟ هادو اللي مساكن اللي ما عندهمش وما عارفينش هاد المؤشر اللي هو طالع ولا نازل، باش هذا الا مرضت لي مرته ولا مرض هو، وكان تيمشي يستافد من هذا الرميد. ودابا تيمشي للسبيطار تيقولوا لي لا حكا راه ساهله سير المقاطعه، تتمشي للمقاطعه جيب لي نادي تسجل هنا دير فعل ترك هنايا، ملي كتمشي لاكيس يقول لك حكا راه انت ناقص تسعود. واش هاد السيد تيعرف ناقص تسعود ولا ما؟ الدوله خصها تدخل وهي اللي دير الحل. الناس اللي كان عندهم الرميد يبقاو يستافدوا من الرميد. لازم انت غادي تبقى تقول لي المؤشر طالع ولا نازل، وهذا المؤشر اللي فسروا للناس. والرميد مزيان، الانسان كيهز هذيك لاكارت ديال الرميد وكيمشي يدوز سبيطارة المخزن مزيانه. هاد امو فيها شويه ديال تنكيشه شويه صافي، ماشي الخلاص وهذا ما عرفتش. انا بان ليا الرميد حسن، الرميد حسن ليهم، تيقول لك حسن الرميد وهادشي اللي كاين. حتى كورونا عاون الناس، الرميد عاونهم بزاف، عاونهم. هو كون خلاو غير الرميد مع الناس ما عارفينش، كاين اللي ما قاريش، كاين اللي مأمي، كاين اللي مسكين ديكابي، كاين اللي كثرت الوراق وكثرت سميتو، كون خلاو غير الرميد، الرميد حسن ليهم زعما كاين من هاد التخصيص كامل. الرميد حسن من احسن من الرميد. هاد امو هادي بعدا تبقى تخلص، وحنا بنادم ما بغا واش عنده باش يخلص. اكون ردوا على الرميد حسن والله، وفيها الامتيازات حسن بزاف والله العظيم. وكانت مستافده بها خالتي، انا فهمتي مستافده من الرميد بزاف، ولكن خالتي طلع عليها الدم قالت لك من النهار حيدوا الرميد وانا لور لور. تنشوف عين المعاناه ديال خالتي مع امو هادي، وحق ربنا مكرفسه مسكينه بالله. كون نرجعوا على الرميد حسن، ولكن كنفضل هاد امو هذا فيه الخلاص وفيه، الا كان عنده بنادم امكانياته وعنده باش يخلص، علاش غيدير يمشي للسبيطار يدير الرميد يدير هادشي؟ حنا كنقولوا شي حاجه، الرميد كان الناس كتستافد منه، البوبرية الناس اللي ما عندهمش كيستافدوا، وانا واخا فيه شويه ديال التخلويط كيديروه الناس موالين الفلوس حتى هما كيدخلوا مع دوك اللي ما عندهمش، ماشي مشكل، كلشي كيداوى. دابا انت بحال كتقول هذاك اموت بحال كتخلص على راسك عاوتاني، كتولي تخلص. اما هذا كان الله ما يخليوها الرميد فابور، بعدا راه كيستافدوا من الناس الضعفاء والناس الدراويش مساكن. استافدت بالرميد، هي الرميد احسن ملي داروا هذا ما بقاش دارته. الرميد احسن حاجه هي الرميد، كتستافد بعدا الدخله ديال السبيطار، كتستافد ديك بعدا، كتستافد ديك الخلاص ديال 40 درهم و 60 درهم كتستافد بعدا. وكي تكون ما ربنا تكون شي عمليه شي حاجه كيعاونوك بهذاك الرميد منه بزاف بزاف بزاف. بالنسبه لي انا مراه رجاله، كنت نقول الرميد كيساعدني بزاف بالنسبه للدواء بالنسبه للمصاريف. المهم بعدا كاين تحيد لنا واحد الحاجه اللي محتاجين لها، جايبين لنا امو، امو شي حاجه ما والو، علاش قلعتوا لنا الرميد؟ بغينا الرميد يرجع لينا، ما عندنا ما نديرو بامو. امو شي حاجه خياليه كيهضروا عليها، سيري هنا جيب هاد الورقه ديري هاد الحاجه، ولكن في الاخر ما كاين حتى شي حاجه، كاين غير كذوب. بلاتي الموضوع ديالنا ملي كنا حنا شادين الرميد، واحد الساعه كانت فيها كورونا، حنا استفدنا بزاف الرميد، كنا غنبقاو جيعانين، كنا مع الرميد شبعنا وكنا بخير واكين فليسات. عطينا الملك الله يخلي لينا